هذه سائلة تسأل: أحرمت بالعمرة واشترطت بعد الإحرام، واشترطت وبعد الإحرام نزل مني دم وشككت فيه، هل هو دم حيض أم أنه دم بكارة؟ علما أنني حديثة عهد بالزواج، وهذا الدم متقدم على موعد الدورة بأسبوع، فأديت العمرة وبعد تم تيقنت أنه دم الدورة، فماذا علي؟ جزاك الله خيرا. أخطأت في أداء العمرة والدم عليك، أخطأت في هذا، وعليك أن تعيدي الطواف والسعي والتقصير. العمرة الأولى ما هي صحيحة، وأنت ما زلت محرمة، ما زلت على إحرامك، لأنك لم تؤدي المناسك، أداؤك الأول خطأ، فعليك بتجنب محظورات الإحرام وأداء العمرة من جديد، أداء الطواف والسعي والتقصير من جديد بعدما تطهرين وتغتسلين من الحيض.